هنا انا عندنا الكيدنيز، هاي هي الليفت لان هذا السبلين فاذا هاي ليفت كيدني، وهنا الليفر فاذا هاي رايت كيدني. زين هنا نرجع هذا الهيلم وهاي الهيلم، هاي الستركتشرز كلها اللي داخله بالهيلم يسمونها رينال ساينس. بدايتها شنو؟ رينال فين، وراها تو برانشز اوف رينال ارتري، هذا واحد وهذا الثاني، وهذا النازل لنا هو اليوريتر. اوكي هذا كل اللي واضح معنا. هاي همين هنا عندنا شنو؟ هذا الرينال فين، اذا واحد نسى يتبعه يجي يشوفه وصلنا وين الانفيرير فينا كيرا. هذا هو الليفت رينال فين اللي يكون طويل اطول من الرايت، الرايت هذا منه طالع بسرعه راح على الانفيرير فينا كيرا. هنا هذا يجينا لا هنا يجي على السوس وبعدين على الاورتا وبعدين يوصل الانفيرير فينا كيرا. اوكي هنا احنا حاكيين عليه ان هذا السبلينك ارتري هنا انتيريرلي بوستيريرلي يجينا سبلينك فين. اوكي هنا نشوف الكيدني صار ميديال بالميديال سايد انتيريرلي ميديال سايد مالت السبلين مالت السبلين بس بالبريبريشن صار هنا بوستيرير وهاي سبلين كورينال فيمت زين. بس شنو هذا؟